قناة زاد المهاجر إلى الله، طريقك إلى الآخرة. التي ذكرها المؤلف عن علامة ابن القيم رحمه الله كلها صحيحة. فهذا الذكر هو قوت القلوب وهو غناها، وهو أساس سلامتها وصحتها، وهو رأس الأمر في إصلاح القلوب واستقامتها وتثبيتها على الحق، فهو يسد فقرها ويسد حاجتها ويقرب القلوب من الآخرة ويباعدها من الدنيا، ويجمع عليه قلبه وشمله بحب الله ومراقبته والاستقامة على دينه وذكر رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وما وعد به أولياءه من النعيم المقيم في دار الكرامة، ويبعد عنه الشيطان ووساوسه وأسباب الشر والهلاك التي تصيبه عند الغفلة وتحل به عند الإعراض. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: من يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. ويقول عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نغير له شيطانا فهو له قرين. فالمؤمن غذاؤه وحياته وسعادته وجعل قلبه على ذكر الله بالمحبه والخوف والرجاء، تسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء وغير هذا من انواع الذكر الذي يذكر به ربه. والصلاه ذكر، والصدقات ذكر، والخوف ذكر، والرجاء ذكر، والتسميح والتهليل والتحميد والتكبير كله ذكر، والاستغفار والدعاء كله ذكر. وأعظم الذكر وأفضله قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن يضم معه التسميح والتحميد والتكبير كان ذلك أفضل الكلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحبك على الله أربعة، حبك على الله ربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال لجبير زوجته لما دخل عليها وهي في مصلاها الضحى بعد صلاة الفجر إلى الضحى، دخل عليها بعد ارتفاع النهار، فقال لها رضي الله عنها: ما زلت في مكانك؟ يعني منذ فارقتك يعني من الفجر؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله على الخلق، سبحان الله إلى نفسه، سبحان الله من العرش، سبحان الله من الكلمات، هذه الكلمات الأربع: سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله إلى نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من الكلمات. يسهل تكرارها والإكثار منها مع الإكثار من سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس والذي يسمع 4 أنفس والذي يسمع، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل عشرة، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك.
ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، هذا خير عظيم وخير كبير. فينبغي الإكثار من ذكر الله، تحميده وتهليله وتكبيره واستغفاره ليلا ونهارا، ترجو بذلك ثواب الله وتخشى عقابه وتطرد الشيطان عنك، فإن الشيطان عدو، فكذب عند الغفلة يهجم على قلبك ويزيل لك كل شيء، وعند الذكر يتصاغر ويبعد. فعليك بالإكثار من ذكر الله صدقا من قلبك أينما كنت. قال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، كان عليه السلام يذكر الله على كل أحيان، قائما قائدا مضطجعا ماشيا واقفا، عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله في قلبه ولسانه وأعماله، وفق الله جميعا. من الصباح إلى الزوال، وبعد الزوال يأتي العشي، بكرة 2 عشية، بكرة قبل الزوال والعشي بعد الزوال إلى أول